الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز الجمع في نية الصيام بين نية صوم الاثنين والخميس والأيام البيض وبين أيام ست من شوال؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى، والأولى فصلهما. فإذا اجتمع عندك الأيام البيض وقد وافقت الاثنين أو الخميس، ووافقت أيام الست من شوال، أو وافقت يوم عرفة أو يوم عاشوراء ونحوها، فإن الإنسان إذا نوى بصيامه العبادتين جميعا فإنهما يتداخلان ويثاب بالثوابين إذا قبل الله عز وجل منه، ولا سيما وأنها نوافل. فإذا صام الإنسان بنية الست في يوم الاثنين والاثنين والأيام البيض تحقق له بفعل واحد ثلاثة أجور، ولله الحمد والمنة. كما لو أن الإنسان توضأ وجاء إلى المسجد ونوى بها السنة القبلية والطهارة وسنة الطهارة فإنه يتحقق له الثوابان بإذن الله عز وجل. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد يشكل على الإنسان إشكال، وهو فيما لو فاتته صلاة الظهر والعصر وأراد أن يقضيهما، أفلا يكفيه عنهما أربع ركعات؟ فأقول: لا، لابد من الصلاتين جميعا، لأنهما مستويتان في الفرضية، فليس ثمة عبادة لا صغرى ولا كبرى. وهذه القاعدة تطبق فيما كان في أحد الطرفين عبادة توصف بأنها صغرى، وفي الطرف الآخر عبادة توصف بأنها كبرى، فإن الصغرى تدخل في الكبرى بنيتهما. كما لو اجتمع على الإنسان طواف إفاضة وطواف وداع فطاف طوافا واحدا بنيتهما أجزأ عن الوداع والإفاضة، وكما لو اجتمع على الإنسان غسل جنابة وغسل جمعة واغتسل بنية الجنابة والجمعة تحقق له الأجران وثبت له الثوابان بنيتهما. وكما لو أن الإنسان دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فدخل معهم في الفريضة وصلى، يكتب له أجر من صلى تحية المسجد وأجر من صلى الفريضة. وفضل الله عز وجل واسع، والله أعلم.